الجريح حرب نايف ضابط المصطفى بشير محمد علوان سيدي مدير القضاء الشخصية. الله سيدي. وين انجرحت؟ سيدي بالأنبار خبير منطقة الجراحات. ما شاء الله يعني صنفك هندسة عسكرية؟ نعم سيدي. والله عافية زين، ليش ما استفادوا منك بالش اسمه؟ ليش ما استفادوا من يمك بالصنف؟ معلم ممكن؟ ما أقدر لأنه أخرب أنا الضارب راس مخروب. بس انت شلون تصير سايق؟ ما تصلح للسياقه. سيدي احاول اخدم يعني شيء بسيط المديرية. بارك الله اللي اقدر به سيدي ما اقصر ان شاء الله. خدمه جيشي وراقب. يعني اكو اشخاص اقل من يمك والان يحاولون انه ان يكونون بعيدين عن العمل. بالعكس وانت في هذه الظروف وهذا دليل على انه انت تدريبك صحيح واصلك طيب. سيدي مديري ما مقصر وياي الحمد لله، يعني شنو اللي يحتاجه سيدي ما مقصر. الله يخليك سيدي، هاي سيارتي جاهزة. خليك سيدي كملت.